إن أصعب شعور ينتاب الإنسان عندما يشعر بأنه غريب في وطنه. السلام عليكم. الله يفرج عنا الأستاذ عبد الوهاب حسين، دائما يقول السيدة الجليلة جليل السيد، فما تركت لي شيء أقوله يعني إلا بعض يعني رؤوس أقلام صراحة اختطفتها من كلامها. الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وهل بعد الحق إلا الضلال؟ ويقول الإمام عليه السلام: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلال، والحق يجي بعدين. الآن مع تقسيم السيدة إلى أنه 9 و9 وراعي النصيفة سالم، خلينا نتكلم في نص البراءة، بعدين بتكلم في نص الإدانة. مع ثبوت البراءة لـ9 فيفترض أن كل الموال اللي استوى، مثل ما أنا عبرت عنه في محكمة السناف في المرافعة الشفوية بأنها عبارة عن مسرحية، سيئة النص، سيئة السيناريو، سيئة التمثيل، سيئة الإخراج، والمنتج كان بخيل لأنه كان يلصق. فعلى الأقل القدر المتيقن 9 اللي خذوا براءة مبروك عليهم، ونتمنى للأخوة الباقين، هؤلاء الذين عذبوا ونكل بهم بأسلوب فاشي لم نسمع عنه إلا أيام النازي، لا أقل من أن يحاكم من اتهمهم، لأن يعني من ينسب إلى غيره فعلا أو قولا 364 سيدة من قانون العقوبات يجعله محل العقاب أو الإزدراء يعاقب. فما بالك واحد وصلني إلى 15 سنة وتنكيل، تخيلوها أنتم. فينبغي يعني لا أقل من أن النيابة العامة التي علمت بموجب المادة 47 و 48 علمت بوقوع جريمة، أن شخص نسب إلى آخر أنه ارتكب جريمة وتبينت براءته، الآن ينبغي أن تتحرك سلطات إنفاذ القانون لتنفيذ القانون على هؤلاء الذين بهتوا الجماعة اللي خذوا براءة على الأقل. هذه دوت بالنسبة للي أخذوا إدانة. أخذا من كلام أستاذتنا السيدة جليلة، أتذكر أنه في مطلع السبعينات في واحد لبناني اسمه خوري، ما أذكر اسمه الأولي، أخذ دكتوراه في بعنوان البحرين من القبيلة إلى الدولة. إن شاء الله يكون موجود ليأتي ليأخذ دكتوراه أخرى عندما بعنوان البحرين من الدولة إلى القبيلة. كذلك أتخطر يعني إسقاط تاريخي، يقول ابن عباس: الرزية كل رزية ما حصل يوم الخميس. الظاهر إحنا متعوسين مع يوم الخميس، أيضا الأحكام صدرت يوم الخميس وهي رزية. أنا ترى ما بطول كل تويتات، يعني نصوص القانون الذي قدم بموجبه صفوة المجتمع على رأسي عبارة عن ستريتش يمكن أن ينطبق على كل واحد. هذه النصوص مستقات من قانون العقوبات المصري لسنة 48، وهو بدوره مستقى من قانون العقوبات أيام موسوليني فاشستي. البحرين وكدولة وكأي دولة أخرى إذا انضمت إلى الأمم المتحدة عليها أن تدين التراث الفاشستي، لكنها أخذت قانون العقوبات المصري الفاشستي الأصل. وكان الهلالي باشا يخاطب رئيس الوزراء يقول: إنني أحذرك، إن أردت أن تشرع لنا هذا القانون فهو أمر لا يدعو للفخار، نسخة من قانوننا فهو أمر لا يدعو للفخار. في المنطق قاعدة تقول بأن حكم المتماثلات واحد فيما يجوز وما لا يجوز. النيابة العامة في تناقضها الصارخ لما قدمت صحيفة الاستئناف قالت إنها إنما طعنت لمصلحة الطاعنين. هذا في الختام. تجي في المطلع تقول إنها تسلم بما انتهت إليه محكمة السلامة الوطنية نتيجة وتأسيسا وتأصيلا وبناء قانونيا واستنادا، وأنها أقامت قناعتها على دليل سليم وأنه صدر منها وهي مختصة. إذن يعني هذا تهادم تماحي، يعني من جهة تقول أن إنك تطعن لمصلحة الخصوم، يقينا هم لم يطعنوا بقصد تثبيت الـ15، سوري ما أعتقد فيهم أحد مجنون يعني. من جهة ثانية تقول إنك تنتهي لما انتهت إليه محكمة السلامة، فيعني ما تصير يعني، يعني يمكن لكن هني مو هني، يعني لا يجتمع النقيضان. استاذتنا جليلة أيضا أثارت مسألة ما كانت مسبوقة في المحكمة، أشارت للمادة 253 من قانون الإجراءات، قالت يعني النيابة العامة لن تعول على، يعني حاولنا نعصرهم نطلع منهم أنهم متنازلين، قال لن نتحدث لن نتكلم. طيب أنت ما بتتكلم ممكن تكتب، قال لن تعول النيابة. طيب في ذيل المادة 253 إن المحكمة إذا استبان لها وجود تعذيب انتزعت على أثره الاعترافات فلها أن لا تعول، فهو تعبير قانوني لكن دسته النيابة دسا، يعني تعتقد ان ما يعني جاء زهير المشرع عن رمحه ان بني عمك فيهم رماح.
دعايه انتخابيه ليش هذا؟ بكون مدير حملتها اذا دخلت الانتخابات. عندنا موضوع اغتيال الدليل. ما صنعته السلطة المنفذة للقانون للأسف هو كان من قبيل اغتيال الدليل، ليس إلا الأطباء شهدوا وعلموا وانتهوا إلى نتائج يقينية أن قانونا يعتدى عليه، أن حريات تنتهك، أن حياة تستباح، أن حياة تبتسع. فقتل هؤلاء، جرح هؤلاء، منع أعطاهم العلاج، مع أن إبراهيم ناجي اللي كتب الأطلال لما حاسب قائده ليش عالج جريح يهودي قال له هو مريض بالنسبه لي انا، ما انا ريجاردلس يكون منكم ولا منهم. هذا في 48، شوف احنا كيف متخلفين، احنا اليوم في 2012. فيعاقب الطبيب لانه شهد على واقعه تدين الدوله، فيخلص من الدليل نهائيا باعتقال الطبيب، مو بس اعتقاله، لا يعني يتطرف وان يوجه له اتهام حتى يصيد نوع من حاله الذهول فينشغل بنفسه. هذا اللي حصل تماما. طبعا السادة قالت انهم يعني يتخبطون كمن يتحرك في الوحل، كل ما تحرك غاص. يزيد عليها الاستاذ المحامي العام ويطلب توقيع العقوبات التأديبية. طب في قاعدة لاتينية تقول نان بيس ان ايدم، لا عقوبتين في جرم ما لم ينص الحكم الصادر بالمعاقبة على العقوبة التبعية. يعني واحد جاي بضاعة مهربة يجوز للمحكمة ان تحكم بحبسه ومصادرة السفينة، بطبيعة الحال يصادر المسدس، لابد أن ينص الحكم على العقوبة التبعية. أما أنت لا تتدخل، يعني تحريض عليهم بعد حتى بعد البراءة، ما لكم كيف تحكمون؟ ما أدري. كذلك الأستاذة جليلة أثارت مسألة عدم دستورية مقاضاة المدني أمام القضاء العسكري وعدم جواز إرساء قواعد مبنية على باطل من البداية خطأ. يعني الباطل لا يلحقه التصحيح، وهذا ما بضيف فيه. مختصر الكلام حتى لا أطول، اللي قاعد يصير هو عبارة عن يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، بيشهد عليك بس ما أنت عافس الدنيا بعد مستكثر عليه. يمكن من كما يقولون الخير في باطن الشر، يعني الخطيئة الكبيرة اللي ارتكبتها الدولة أنها اعتقلت الأطباء، يمكن هذه القاطرة التي قادت سفن المعتقلين للإعلام العالمي لأنه كان في تضامن معهم وانكشفت السوءة. يعني لو لم تخطأ هذه الدولة هذه الخطيئة يمكن ظل الكلام مضلل ويعني ما كان بإمكاننا حتى ندافع، يعني لن نكون بموضع تقديم دفاع أكثر مما كنا نقدمه أمام القضاء العسكري، لأن الكلام معتم عليه وهو الصادق وهو عنده الـ 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 الإعلام وعنده المال وعنده. لكن يمكن هذا من باب أن الخير في باطن الشر. وشكرا.